شكون حنا اساتذه الأستاذة خديجة البكي عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد. هذه الوقفة ولا المسيرة ديال اليوم ديال الجهة ديال الرباط سلا قنيطرة تجي يعني تخليدا لذكرى تأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد. هذه التنسيقية اللي تأسست دفاعا عن الوظيفة العمومية ورفضا للوظيفة بالعقدة. هذا النوع ديال التوظيف اللي تبت هذه 4 سنوات الهشاشة ديالو وثبت عدم النجاح ديالو لا بالنسبه للعطاء داخل المؤسسه العموميه ولا بالنسبه لضياع الزمن المدرسي. اذا حنايا كاساتذه مفروض عليهم التعاقد. المطلب ديالنا واضح وصريح هو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، لاننا عانينا هذه السنه الرابعه على التوالي من مشاكل جمه، من بينها يعني المشكل ديال الحركه الوطنيه لمئات ان لم اقل الاف من الاساتذه والأستاذ يعيشون تفكك أسري رهيب عبر ربوع الوطن. زيادة على ذلك أن مازال المشكل اللي كنناضلوا من أجله وعلاش حنا ما قابلينش هذا التعاقد أصلا، لأنه ما كيعطيناش ديك المماثلة الحقيقية اللي كتدعي الوزارة عبر الخرجات الإعلامية ديالها. والتذكير أن الحوار الأخير ديال 12 فبراير كان حوار خاوي، حوار يعني فارغ من المحتوى، لم تقدم الوزارة أي حل لملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد. ولذلك نحن هنا في الشارع لنسمع صوتنا للشعب المغربي، لأن هذا الملف هذا يهم بالدرجة الأولى مجانية التعليم ويضرب المدرسة العمومية في العمق، وحنا نتاج ديال المدرسة العمومية وسنظل نناضل حفاظا على مجانية المدرسة العمومية وحفاظا على حقنا في الوظيفة العمومية اللي كيكفلها لنا الدستور المغربي اللي هو أسمى دستور في المملكة. قوية.